اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده اكل هندي. البساطه والسهوله في الاكل الهندي اللي هو مش مكلف. الناس الطيبين دولت في الريف هناك عندهم، وبرضه في عندهم ناس طيبين. الريف مشهور بالاكلات اللي هي فيها خضروات، فاحنا النهارده هنجيب اشهر الاكلات اللي موجوده في المطبخ الهندي، وهنجيب برضه نوع من انواع الدجاج مشهور في بعض المطابخ والمطاعم الهنديه. ولكن بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على السوشيال ميديا، يا شيف مغازي عايزين نشوف الاكل الهندي من ايدك. هو بسيط وسهل، بس احنا متعودين عليك بتعمل الحاجه بطريقه سهله وبسيطه، يعني من غير لوغاريتمات. من الاخر معانا النهارده طاجن الدجاج بالخضار من المطبخ الهندي، يعني من الاخر هيكون هو الكاري العصب وهو البطل في الاكله دي. معانا دجاج ومعانا خضار من ارضنا، اذا كان كوسه ولا جزر، سبانخ، بصل، طماطم وهكذا. معانا الباكوره الهنديه. ايه الباكوره الهنديه؟ من الاخر هي كفته الخضار مقليه، بتتعمل مش بالدقيق، بتتعمل بدقيق الحمص. الحمص لما بيطحن بيبقى باودر زي الدقيق القمح العادي، فبيكون هو العصب بتاع الخضار. البكورة يعني بذور الخضار بالمعنى الهندي، عبارة عن كوسة وجزر وبطاطس. هنعجنهم بدقيق الحمص، في الآخر هنحمرها في قلب الزيت. حاجة لطيفة ممكن نقدمها مع سبايسي من الصوص، أو نقدم معاها صوص طماطم أو كاتشب أو مايونيز حسب الرغبة. أما البسبوسة الهندي بيسموها هناك الرافة الكساري هندي، معلش الاسم صعب شوية، بس أنا هدف النهاردة أبسط لكم الطعم والأكل الهندي. البسبوسة عبارة عن سميد وسمنة، وبتاخد طبعا مكسرات، احنا معروف عندنا كده. احنا هنعمل البسبوسة النهاردة بالسمنة برضو بالبيكنج باودر والمكسرات، بس هنعجن العجينة بدل الزبادي مانجا. يا مانجا، المانجا في الهند مش عايز اقول لكم ايه طعمها، معروف. فطبعا اللطيف النهاردة ان المطبخ فيه تنوع، في طعم تاني، ولكن برضو الحاجات دي كلها موجودة في مطبخك. انا مش جايب حاجات غريبة ولا حاجة، كل الدنيا معايا شوية تمر هندي منقوعين، ومعانا عصير مانجا هيخشوا فيه البسبوسة الهندي اللي اسمها رافارا كساري هندي. هناخد بعدنا فاصل ونطلع صغير ونرجع نشوف أسرار المطبخ واحنا قاعدين في مصر أم الدنيا، وبنشاهد القناة الأولى، بنتابع كل مطابخ العالم ونشوف طعمها وشكلها. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ونشوف مع بعض مقادير الرافارا كساري هندي، يعني البسبوسه الهندي، عشان برضو الاسم الصعب ده كده. سميت ناعم هو ملك الموضوع، عصير مانجا، واحنا عندنا المانجا السنه دي باشيرها بتقول ايه فله. حلو الكلام؟ اي نوع مانجا بقى، العصير المانجا بتاعها، وسمنه بلدي، وسكر، وجوز الهند، وبيكنج باودر، ومكسرات، عين جمل، لوز، صنوبر، اللي عندك. حلو، وطاسه على النار. حلو الكلام؟ دي المقادير على الشاشه. مقادير الرفارة كساري هندي، يعني الرفارة على الطريقة الهندية. حلو الكلام؟ نغرف الطاجن بتاعنا ده كده من النار. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الخضار الحلو ده؟ اللهم صل على النبي. شفت الخضار بالكاري ده؟ زي ما قلت لحضراتكم في طريقتين للتقديم، زي الفل. تعالوا مع بعض نعمل الرفارة سريعا. دي سهلة جدا خالص. طاسة على النار سخنت، نجيب معلقه ما عدتش لا عليها لا بصله ولا تومه ولا اي حاجه، دي موجوده معايا اهي، مويه بيضه. حلو، في قلب النار هنعملها مع بعض سريعا كده، بتفكرني بحلاوه الجبنه. حلاوه الجبنه دي من المطبخ السوري، جبنه عكاوي، سميته ناعمه، سكر، شربطه على النار، طلعت حلاوه الجبنه. نلفها بقشطه، هناخد السميت الناعم وناخد السمنه البلدي وناخد السكر. أول حاجة هنزل بالسكر، اديني شوية كرملة كده وريني إيه حلاوته. حلو الكلام؟ حلو الكلام، أدي السكر. ننزل على السكر بالسمنة البلدي. الله. رفارة هندي، يعني بسبوسة هندي. تتاكل إيه يا عم الشيف دي بقى؟ تتاكل سخنة ولا باردة؟ زي ما أنت عايزة، ممكن تاكليها باردة، تاكليها دافية، مفيش مشكلة. نسيح السمنة مع السكر. الله. كرمل السكر ازاي؟ ننزل بعم السميت الناعم ده. ونقلب. معانا ربنا بقى. كانك بتعملي عصيدة. دي بقى هتتعجن بايه؟ ايه المادة المذابة هنا؟ البسبوسة بتاعتنا بتاخد ايه يا عم الشيف؟ بتاخد شربات وبتاخد زبادي.
دي بقى عشان هي هنديه هتاخد مانجا، بسبوسه منجاوي. حلو. نقلب، معانا ربنا، نقرب النار دي شويه عشان كده سايبها للاخر عشان اديكي فكره الرفاره الهنديه. على النار كده واقلب لغايه لما اشم ريحه التحميره بتاعت السميد، انزل عليها بالمانجا على طول. وانا بحمر كده عندي شويه بيكنج باودر، بنزل بوم هنا كده، شويه عود صفراء، سنه صغيره، شويه مكسرات بناخد شويه نحطهم وشويه نغلف بيهم كرات الرفاره مع جوز الهند، ننزل بعصير المانجا واحنا بنقلب. والله المطبخ الهندي ده سهل خالص، لا جبت صينيه ولا بقى ايه البسبوسه معايا نشفت خالص، بالعكس انا بحبها على فكره دي، على فكره. تنك قلبي كده السميد هيشرب، كل ما يقعد على النار يشرب. لا حطيت عقده صفرة، هي ده بقى، هو العقده الصفرا دي اللي بنستخدمها مع الزعفران، حاجه كده زي الزعفران باودر بتتباع عند حاضر يا فندم، والله انت ابن حلال. لا لا ما حطيتش، هي اديتها اللون الاصفر بس عشان تبقى تاخد الشكل الهندي. العقده الصفرا دي اهيت معايا، مش هحط منها تاني، دي دايما بنستخدمها في الرز البرياني في المندي، بيبقى حبه وحبه اهي، بتتباع عند العطار، لها اسماء كتيره قوي، يسموها في الخليج عقده صفرا، يسموها عند العطار زعفران باودر، يسموها اللون الكركم وهكذا. ما لقيتيش ده اكتفي بالعصير المانجا وحط شويه كركم. ادي الفكره كلها. انا والله بسهل لك الامور خالص عشان لما تخشي وتسمعي بعض الاكلات والمتابعه على السوشيال ميديا والهوجه السوشيال ميديا تبقى معاكي شيف شاطر، انت بتعرفي كل حاجه وانت قاعده في البيت. اقلب كده الرفاره وانا شغال، اديها مانجا، اديها مانجا. يا ويلي هتسيح المانجا دي. رفاره بالمانجا، ممكن تحطي خوخ على فكره، تبقى رفاره بالخوخ. رفاره بالكيوي عادي، بدل عصير المانجا هتحط عصير خوخ مع قطع الخوخ الصغيره، بدل الخوخ ممكن تحط كيوي زي ما انت عايز. شفت العجينه بتاخد تدوب اهي على النار، تقليب على النار. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ تسيبها تهدى، بعد ما تهدى بتعملها كور كده زي ايه، قد صفار البيضه، وتدحرجيها في المكسرات اللي هي جوز الهند والفستق او عين الجمل او اللوز، معانا الاثنين اهم. قالوا لي اختم، فانا بس بسرعه كده عشان حضراتكم تشوفوها. شفت فيها المانجا بدات الريحه تطلع بتاعت السميطة اهي، التقليبه دي مهمه جدا. وانا عشان كده سبتها للاخر، دي بتاخد وقت شويه على النار. لغايه لما السميت يستوي، لان دي بعد كده هتطلع من النار تتاكل على طول. مش هتخش الفرن. عرفنا النهارده ايه الباكوره؟ كفته الخضار المقليه، تقدر تطوري فيها وتحط بسطرمه، تبقى الباكوره بالبسطرمه، تبقى فكرتك انت يا ست الكل يا ست الحبايب. عملنا طاجن الخضار بالكاري مع الدجاج بدل اللحمه، خارجين من العيد وزحمه اللحمه. عملنا دلوقتي الرفاره اللي هي البسبوسه الهندي على طريقه بسيطه وسهله، واحنا واقفين على النار هنشيلها من النار كده ونقف نتكلم مع بعض شويه. ده المطبخ الهندي، البساطه والسهوله والمرونه. ممكن نعمل كور كده بس ما نعيش وقت، بس خلونا ننهي الحلقه ومخرجنا هيركز معايا في الموضوع ده عشان وقتنا خلص. واحنا قاعدين بنتابع شاشه القناه الاولى الفضائيه المصريه، بنشوف المطابخ العالميه بفكر تاني خالص وبطريقه سهله وبسيطه وبخفه دم مصريه، بنخش نعمل الاكله بخفه الدم المصريه وبدون تكلفه زي المطبخ الهندي النهارده، وده بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا وعايزين يعرفوا افكار المطبخ الهندي. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.
We'll be right back.